والله إن احنا تعبنا وطفح الكيل كيف ما قالوا اخوتنا، تعبنا بصراحة. موضوع المرض هذا والأوبئة ونيادنا حاجات من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يفرج على أمة محمد وعلى جميع بقاع الأرض. تمنوش المرض لحدنا، نحكي في ظروفنا وزادنا علينا تو المرض هذا اللي جد علينا وقلة إمكانياتنا. نحن ليبيا مفروض أقوى دولة عندها إمكانيات، فلوسنا واجد قعدت مليارات وشعب بسيط شوية وحتى طاقتنا مساعدين، تو حفظنا الله سبحانه وتعالى. موضوعي مش في المرض أنا، هذا أنا موضوعي في المسؤولين هذا، قصة أبناء المسؤولين هذه، الثقافة متاعنا هذه اللي قريب تكررنا في بلادنا وطننا، والله نحبوه عندنا الانتماء ونموت على شانه. لكن هالثقافة هذه اللي فيها الشعب، أنا لفيت واجد ومشيت واجد، الثقافة متاع اللي يمسك هذا يجيب ظناه. تشاهد القصة هذه اللي حاصلين فيها نحن، تشاهد الموال هذا، يعني نا دكتور ضروري نخلي ظنيه ماسك الصحة نجيب ظنيه في الصحة، أنا في الجهاز الأمني الفلاني ضروري نجيب عيالي معاي ويستفيدوا، ونركن الضباط ونركن، يعني احنا ضباط الحمد لله. أنا نحكي لك على روحي، ما ندورش حاجة روحي، لكن مثال يعني باش ما نحكيش على شخص معين. ضباط احنا من 2010 و2011 تو جايبين لنا ناس اللي يمسك يجيب عيالي ويشوخوهم علينا، ويا ريت مغير ديري فايدة ورديني حياة صح. الثقافة ما عندناش قانون، نحن مش فاهم، ما عندناش قانون في الدولة هذه، ما عندناش دستور، ما عندناش قضاء، شنو القصة هذه؟ مش مبرر للسرقة ولا الاختلاس ولا واحد ياخذ مختلس ولا دي واخذ مبلغ بسيط، أو لامس أنا في جهة من جهات بنغازي ما لهاش شيء، يعني ما فيش داعي، كلها تعرف الناس علي دفتر شيكات مسروق من جهة حكومية معينة في بنغازي أنا، وسرقتها موظفة. أنت المفروض في أخصائيين اجتماعيين وناس، موظفة هذه ليش سرقت شيك وعطتها لأخوها وعدوا زوروا توقيع نتاع المراقب المالي وباش ياخذوا 30,000 ولا 40,000؟ هم صح غلطانين ومذنبين ولازم لازم يتحاكموا. واحد سارق 30,000 ولا 40,000 وقسمهم بينهم، واحد شاشرة سيارة واحد بنى فوق هالة وواحد، تنقلبت عليهم الدنيا كلها نيابات وتحقيقات وزرق. وبما في ذلك في الجانب الآخر واحد سرق 300 مليون ولا 400 مليون وقاعد واضح مولات وعمارات، هذه المن هذه الفلان الفلاني، وهذه المن العمارة، هذه المن الفندق، هذا المن الكراهب، هذه المن فلان الفلاني ومسؤول في الدولة. انتم ما تحسوش في الشعب ولا كيف؟ مش خايفين ولا كيف؟ ولا ما عادش تخافوا منا انت ولا كيف؟ انا نحكي مش بصفتي عسكري ولا ضابط ولا حاجه، انت بصفتي مواطن قاعد نسمي مربوعتي في حوشي. موظف بسيط اختلس، انت شوف الظرف اللي خلاه، شنو اللي خلاه يختلس المواطن هذا؟ ما عندهاش حوش، ما عندهاش سياره، مش مبرر هو بالنسبه لي انا، نظيف نظيف، بس انت تجري في جره واحد 30,000 40,000 قلبت عليه الدنيا، حطيتها في الحبس وولي وقبضت عليه من وسط حوشها وطلعتها. شو دارت بيها قدام العالم؟ تشوف ظرف انت ولا شوف برنامج شنو؟ من اللي وصلها تمد يدها؟ وفي الجانب الاخر تبي الملايين سارقين. يا هو لمس ياخذوا في حواشين تو في هاللحظه هذه في بنغازي، الناس حاجره مسكره في حواشين، ياخذوا في حواشين اقسم بالله ب 15 و20 مليون في بنغازي يهدوا فيهم. ايش الارقام الخياليه هذين 50 و20 مليون و30 مليون وقطعه في فينيسيا نص هكتار ب 30 مليون شراها فلان الفلاني، وفلان الفلاني هذا ما عمرش سمعنا به الا توها من 2011 تاع الجايه. والله انا بالنسبه لي انا والله قريب نلم عيالي ودنيتي ونطلع على الحدود برا، وكرهتونا فيه البلاد هذه، وشلون نشرق اوراقي وجوازاتي ونخاطب الامم المتحده ونخاطب بعد كان هلبتها كورونا ولا هلبتها. نقعدوا فيها برواح بلادكم انتم، بلادكم انتم. هي بلادكم انتم المسؤولين وعيالكم حاطينهم والحاشيه متاعكم هي اللي تخدم لكم وهي اللي تشرف الحواشين بالملايين. تو الحاضر والله في ناس اقسم بالله ممكن انا نحكي على روحي ممكن نقدر نقاوم شهرين ثلاثه، نقاوم شهرين ثلاثه والثلاثه شهور اربع شهور الاخرات حتى نقدر نقاوم مره نبيع بمبه مره نبيع شاشه مره هني ونمشي امورين نكمل دبش حوشي.
اقسم بالله العظيم ثلاثة في ناس مش لاقي ما تاكل يا رجل.